إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من إقليم العرائش وبالضبط لجماعة الساحل. إذا معنا هذه الشابة، السلام عليكم. معنا هذه الشابة هذه اللي للأسف تحولت حياتها إلى مأساة وإلى جحيم. هذه الشابة اللي كانت عايشة الحياة ديالها، الشابة اللي كانت كتقرا، وللأسف القصة ديالها نقدر نقولوا قصة صادمة وقصة مأساوية بكل المقاييس، لأن الحياة ديالها تحولت إلى جحيم وإلى عذاب. هاد الشابة للأسف الشديد اللي طاحت، وكما قالت بأنه قضاء وقدر من عند الله. للأسف حتى الكلمات كتخونني، للأسف الشديد، لأني يعني باغي نعبر، باغي نحاول أني نوصل المعاناة ديالها، لأنها للأسف الشديد حالة إنسانية في أمس الحاجة إلينا. بحال هاد الحالات إنسانية وبحال هاد الناس اللي خصنا نتعاونوا معاهم، خصنا نقدموا لهم يد المساعدة. للأسف كما قلت حتى الكلمات كتخون، ولكن رغم ذلك غادي نكمل طبيعة الحال. هاد الحالة الإنسانية وهاد الشابة الجميلة اللي تحولت الحياة ديالها إلى مأساة وإلى جحيم من بعد ما طاحت من السطح، من بعد ما طاحت من السطح وتهرس العمود الفقري، يعني ما بقاتش قادرة أنها تتحرك، ما بقاتش قادرة أنها تنوض، ما بقاش قادرة أنها تمشي للمدرسة، ما بقاش قادرة أنها تعيش الحياة ديالها اليومية كباقي الشابات. للأسف عانت وكتعاني في الصمت. إذا متبي الأوفياء على هاد الشابة هادي اللي سمعوا القصة ديالها الصادمة، واللي كطالب من المحسنين ومذوي القلوب الرحيمة بأنهم يتعاونوا معها ويساعدوا معها، لأن الهدف ديالها أنها ترجع توقف كما كانت. الهدف ديالها انها تعالج، والحسب القول ديالها بان الاطباء هنا في المغرب قالوا لها بان العلاج ديالك عندك خارج المغرب. شوفوا القصه ديالها وشوفوا الرساله ديالها بطبيعه الحال، وشوفوا شنو كطلب بطبيعه الحال، وبارطاجيه على اوسع نطاق، لان الهدف ديالنا اننا نوصلوا الصوت ديالها، والهدف ديالنا اننا بطبيعه الحال تعالج هذه الشابه هذه وترجع كما كانت. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام، انا سميتي سلمى الشاوي، فعمري 15 عام. فعمري 15 عام كنت كنعيش حياتي عادي، حتى لواحد النهار مع موقع ديال الظهر كنت هبط للدار السفليه، كاين عندنا تما واحد الباركون، كنت جالسة وفجأة جاتني شوية ديال الدوخة، وأنا نتقلب، طحت وللأسف تهرس لي عمود الفقري ديالي، ومشيت للسبيطار وداروا لي العملية، وللأسف الطبيب جا عندي قال لي انتينا دابا وليتي مشلولة وما تقدرش تمشي، واخا مين قال لك ديك الكلمه الطبيبي عليك انت دابا وليتي مشلوله وما قادراش تحركي؟ كيفاش حسيتي؟ تصدمتي؟ تصدمت وحسيت بزاف د الحاجات خايبين، حيت كتحس بلي ان حياتي كامله تدمرات، ما نقدرش نمشي مره اخرى، بزاف د الحاجات، حسيت بحياتي ضاعت والاحلام ديالي كاملين تحطموا، كل شيء والدي زوم مساكن تحطموا من جهتي، تهرسوا كيشوفوا البنت الوحيدة ديالهم مشلولة في الكهما، صعيب الحال بزاف. صافي ديك الساعة بديت كنتقبل شوية بشوية الأمر، بالحق الحاجات صعيبة، ملي كتشوف راسك انتينا واحد الساعة كنتي كتقدر تمشي كتمشي وكتجي وكتضحك وكتخرج، فجأة كتجبر داكشي كامل تبخر، ما قادر حتى تنوض، ما قادر حتى تجيب الحاجة لراسك، صعيب الحال بزاف. ودابا أنا حاليا كنتمنى من الناس ومن المحسنين يعاونوني باش نخرج على برا، باش نتعالج إن شاء الله، ونحقق كاع الأحلام اللي بغيت، ونعوض والدي على هاد الايام الصعيبه اللي دازت، حيت بصح
حياة صعيبة، الحياة صعيبة وهذا الشيء صعيب. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. واخا مشيتي للطبيب وداوك مشيتي للطبيب ومهم باش حسيتي بديك السعدات وانت ما قدرتش تحركي ما قدرتش توصل؟ حسيت بالضعف يعني حسيت بالضعف وبزاف الحاجات، حيتش كتكون فشان وكتصبح فشان آخر. في دقيقة كتغير لك الحياة ديالك. يعني دابا انت ما كنتيش قادره انك تخرجي كيما كنتي سابقا، ما كنتيش قادره انك تمشي مع صحاباتك. ما الحياة فشيشكل، ما بقيتش كنقدر نخرج، ما بقيتش كان حيت غير كنشوف هذيك الكروسه كنجلس فيها كنحس الحياه كامله ديالي واقفه على ديك الكرسي المتحرك. مي كنكون جره ديك الكرسي كنحس بالضعف. ما تبكيش اختي دموعك غالية، واكيد ان المغاربه بطبيعه الحال وان المحسنين وذوي القلوب الرحيمه عطاهم الله الحمد لله، ان المغرب معروف بالناس الكرام والجود واللي كيتعاونوا وكيقدموا يد المساعده، واكيد ان اللي خلق الداء خلق الدواء بطبيعه الحال، واكيد ان ان شاء الله نتمنى ورجوع عندك مره ثانيه ونشوفوك واقفه على رجلك بطبيعه الحال ان شاء الله. انت شنو قال لك الطبيب هنا في المغرب؟ الطبيب في المغرب قال لي ما عندكش العلاج هنا بتاتا، قال لي هنا ما كاينش الامكانيات باش نقدروا نديروا لك هذه العمليه، حيت العمليه ديالك صعيبه شويه. قال لي العملية ديالك صعيبة وكتاخد ثمن كبير شوية، يعني في المغرب ما كاينش الإمكانيات ندير لك هاد العملية، يعني خصك تكون خارج من المغرب. خصني نكون خارج المغرب. واخا دابا انت كتنشي الجمعيات اللي خارج المغرب؟ اه كناشد الجمعيات اللي خارج المغرب، كناشد الجمعيات، كان ناشد الجمعيات اللي خارج المغرب باش يعاونوني ان شاء الله، باش يشوفوا حالتي ويعاونوني ان شاء الله باش ندير العمليه ونعاود نوقف على رجلي ان شاء الله ونحقق الامنيه ديالي ونكمل قرايتي وندير تأمين مستقبلي ان شاء الله. واخا انت دابا ما قدرتش تحركي، ما كاينش اللي يجيبك الكسل ديال من غير والديك، من بعد والديك يعني حتى واحد ما يعقل عليك حتى واحد، حيتاش مسكينة الوالدة ديالي هي كلشي، هي اللي كتقوم بيا، هي مسكينة اللي كتهلا فيا، هي اللي كتدوش لي، هي اللي كدير لي اي حاجة. لما كانت هي انا ما نقدرش نكون تاف الوجود. واخا انتي كطبيب من المحسنين والامل ديالك في الله سبحانه وتعالى كبير باش تعالجي باش توقفي على رجلك ان شاء الله. هادشي اللي كنطلب ان شاء الله، يعاونوني المحسنين باش نعاود نوقف على رجلي ان شاء الله ونكمل قرايتي والاحلام ديالي ان شاء الله نحقهم. واخا حافظه نمرة التليفون ديال جدك؟ لا ما حافظه. 06 06 07 07 84 84 دبل زيرو جوج زيروات جوج زيروات 66 66 06 06 صفر سبعة صفر سبعة أربعة وثمانين أربعة وثمانين دبل زيرو دبل زيرو ستوستين ستوستين. بنتي كتنشدي المحسنين ودوي القلوب الرحمة باش يتعاونوا معك بطبيعة الحال إن شاء الله. إذا متابعي الأوفياء لقناة شوف تي في مباشرة من جماعة الساحل في هذه القصة المأساوية والقصة الصادمة بكل المقاييس، مع الشابة اللي تحولت الحياة ديالها إلى بسات وإلى جحيم، هذه الشابة اللي كانت عايشة الحياة ديالها كعادي يعني كباقي البنات، ولكن اللي مبين عشية وضحاها تحولت الحياة ديالها إلى مأساة وإلى جحيم. هي كتناشد الجمعيات وكتناشد المحسنين وذوي القلوب الرحيمة باش يتعاونوا معها وباش يقدموا لها المساعدة، لأنها باغا توقف، لأن من بعد ما طاحت من السطح وتهرست من العمود الفقري ومبقاش قادرة على الحركة، بطبيعة الحال كتناشد الجمعيات والمحسنين باش تعالج وتوقف على رجليها. هذا نداء لذوي القلوب الرحيمة، هذا نداء لخوتي المغاربة، هذا نداء الناس اللي كيتعاونوا وكيقدموا يد العون، هذا نداء الناس اللي بطبيعة الحال
كيقدموا يد المساعده، هذا النداء للناس اللي كيمشيو للحج. الحج عندنا هنا متبرين الاوفياء، الحج عندنا هنا مع هذه الحالات الانسانيه، خصنا نقدموا لهم يد المساعده، خصنا نتعاونوا معاهم، خصنا بطبيعه الحال نهزوا بيدهم، لان هاد الناس في حاجه ماسه الينا. اللي كيشوف راسو انه قادر يتواصل، قادر يقدم، قادر يتعاون، يتصل بهم عبر رقم الهاتف اللي وضعناه. اللي كيشوف راسو انه ما قادرش، غير يبارطاجي، غير يبارطاجي فدلوا على الخير كفاعله، بارطاجي لعل وعسى تكون سبب من بين اسباب انقاذ الشابه اللي طاحت مسطح وترست من العمود الفقري. اذا كنتمنى من المتسبيل الاوفياء انهم يبارطاجيو على اوسع نطاق، بغينا نشوفوا الابتسامه والفرحه اكيد في وجوه الشابه هذه. اللي نخليوها الكلمه الاخيره، شنو تبغي تقول للمتسبعين، وشنو تبغي تقول للمغاربه، وشنو تبغي تقول للمحسنين اللي كيشاهدونا الان؟ كنقول للناس بغيتكم تعاونوني واخا غير بدعيوات ان شاء الله، واللي دار شي حاجه ربي غيجازيه، ربي غيجازي كل واحد.